خلال حملتك الانتخابية ذكرت أنك سوف تتعاقد مع جهاز فني على مستوى عالي، هل المدرب التونسي الأسعد الشابي لا يقنعك أم أنه حماس البداية فقط؟ أفند هذا المعطى أستاذ السعدي جملة وتفصيلة. في الإطار الحملة الانتخابية عندما قدمت البرنامج الانتخابي تكلمت عن المنظومة التقنية برمتها، من المنظومة التقنية خاصة على منظومة التكوين، لأنني في البرنامج الانتخابي أركز على معطى مهم هو معطى التكوين بنادي الرجاء الرياضي. نادي الرجاء الرياضي منذ تأسيسه يعتبر مدرسة لتفريخ المواهب، فتكلمت على المنظومة التقنية. حاليا المدرب الرسمي لنادي الرجاء الرياضي هو السي الأسعد شابي، رئيس النادي والمكتب المديري وجميع الفعاليات تثق وتضع ثقة عمياء في السي الشابي. الهدف إن شاء الله هو يوم الغد نمشيو ندخلوا اللقاء وحنا في تركيز تام على اللقاء، ليست هناك أي نية لتغيير أي فرد من أعضاء الطاقم التقني، الذي أوجه لهم التحية على ما يقوموا به من 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 لصالح الفريق، والحمد لله هذا الطاقم أبان على احترافية جيدة وحصل على ألقاب متميزة. فبطبيعة الحال التركيز الآن هو الفوز يوم الغد بلقاء الديربي. اوكي معالي، عشان بس نوضح الصورة أكثر، لأنه في الأيام الأخيرة غرفة الملابس والجمهور الرجاء يتحدث عن تغيير المدرب، وهذا كان قبل الديربي، وهذا ممكن يأثر أصلا على نتيجة مباراة الأمس. لذلك أنا سألتك هالسؤال، أنت اليوم تقول لي لا توجد هناك نية لتغيير الجهاز الفني من قبلك، صحيح؟ أؤكد ذلك أستاذ سعدي. جميع مكونات نادي الرجاء الرياضي من مسيرين ومن جمهور ومن لاعبين ومن طاقم تقني مركز الآن على لقاء اليوم الغد. طبيعة الحال كما تعلمون في كرة القدم هناك مجموعة من الشائعات، هناك مجموعة من الأقاويل غير صحيحة. عند نهاية الجمع العام تم تفسير ما قمت بتأكيد عليه خلال الحملة الانتخابية بخصوص المنظومة التقنية للنادي، فتم ترويج المغالطات لا أساس لها من الصحة. نحن لا نكترث لذلك ونشتغل على المهم، هو الفوز بالمباريات والذهاب بعيدا نحو الألقاب إن شاء الله.